ودائرة المنافسة في المحيط الهادئ تتسع بشكل واضح وتشمل أطرافاً متعددة. الولايات المتحدة تأتي في مقدمة هذه الأطراف، حيث تسعى بالدرجة الأولى إلى مواجهة التهديد الصيني، سيما بعد حادثة المنطاد التي أثارت جدلاً واسعاً. لكن ليست الصين وحدها خصم الولايات المتحدة داخل المحيط الهادئ، بل كوريا الشمالية أيضا. فبيونغ يونغ أثارت حفيظة واشنطن وحلفائها بسبب تجاربها الصاروخية المتكررة في المحيط الهادئ. التهديد الصيني ليس وحده الذي يزعج واشنطن كما ذكرنا، بل أيضا الكوري الشمالي أيضا. وبهذا الخصوص تقدمت الولايات المتحدة باقتراح يطلب إدانة مجلس الأمن الدولي إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية. وحث المقترح على تشجيع بيونغ يونغ على الانخراط في الدبلوماسية، وحذر من أن عدم استجابة المجلس لمقترحها ينطوي على مخاطر. وتعارض الصين وروسيا أن يتخذ مجلس الأمن مزيدا من الإجراءات ضد كوريا الشمالية بحجة أن ممارسة المزيد من الضغط عليها لن يكون بناء. واستخدمت الدولتان حق النقد الفيتو ضد مسعى تقوده الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية في مايو من العام الماضي. الحقيقة هي أن أولئك الذين يحمون كوريا الشمالية من عواقب تجاربها الصاروخية التصعيدية يعرضون منطقة آسيا والعالم بأسره لخطر الصراع. الصين من جهتها ظلت متشبثة بموقفها الرافض لفرض عقوبات على كوريا الشمالية، معتبرة أن الخطوة لن تساعد في حل المشكلة القائمة. بكين جددت دعوتها إلى التهدئة في شبه الجزيرة الكورية، والذي لا يتحقق من خلال فرض العقوبات. السعي الحثيث لفرض العقوبات لن يؤدي إلا إلى طريق مسدود، فالصين تأمل بصدق في الاستقرار بدلا من الفوضى في شبه الجزيرة الكورية. تدعو الصين جميع الأطراف إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس.